في حفظ الله ورعايته غادر سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله اليوم أرض الوطن، متوجها إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة خاصة يتخللها إجراء بعض الفحوصات الطبية المعتادة. وكان في مقدمة مودعي سموه على أرض المطار رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وكبار المسؤولين بالدولة، رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.